السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة التاسعة من دروس تعلم الإلكترونيات الرقمية، اليوم نستكمل حديثنا عن الـ Combinational and Sequential Logic Functions. اليوم ننتقل إلى الـ Semiconductor Memories. لو نجي التعريف، الـ Semiconductor Memory هي عبارة عن أجهزة تستخدم لخزن كميات كبيرة من الـ Bits أو Number of Bits، يعني تستخدم لخزن أعداد كبيرة من البيتس. أحد أنواع هذه الذواكر هي اللي نسميها بالريد أونلي ميموري، واختصارا هي روم ROM، حيث أنه البيانات اللي تكون باينري، يعني البيانات اللي تكون أصفار ووحدات أو باينري داتا، قد تكون تخزن بصورة دائمية أو بصورة غير دائمية، يعني دائمية أو شبه دائمية، والتي لا يمكن أن تتغير بسهولة. بمعنى أنه هذه البيانات اللي المخزونة بالسيمي كوندكتر ميموريز أو بالروم ما نقدر نغيرها بسهولة، ما نقدر نتلاعب بيها، وهي تخزن يا أما بصورة دائمية أو بصورة شبه دائمية. النوع الثاني هو الـ Random Access Memory، واللي نختصرها بالرام، والباينري داتا بيها تنخزن بصورة مؤقتة، يعني لفترة معينة من الزمن، ويمكن تغييرها بسهولة. إذن الرام تكون بالبيانات المخزونة الباينري داتا تنخزن لفترة مؤقتة ويمكن أن نقوم بتغييرها بسهولة. الآن ننتقل إلى الماجنتيك ميموريز، يعني الذواكر الممغنطة. طبعا هذه الماجنتيك ديسك ميموريز تستخدم لغرض الخزن الشامل للباينري داتا أو البيانات الرقمية. على سبيل المثال هارد ديسك الداخلي الموجود بالكمبيوتر. طبعا الماجنتيك تيب لا يزال يستخدم في تطبيقات الذاكرة والنسخ الاحتياطية للبيانات من أجهزة الخزن الأخرى. ننتقل الآن للأوبتيكال ميموريز. الأوبتيكال ميموريز من الأمثلة الخاصة بها هو السي ديز، سي دي والدي في ديز، وكذلك البلوراي ديسكس. كلهن ذني يقومن بعملية الخزن أو يخزنن البيانات اعتمادا على ما يسمى بالليزر تكنولوجي، تقنية الليزر. طبعا احنا على مود نخزن أو نقرأ البيانات من هذا الديسك، فاحنا نستخدم تريكس ليزر بيم أو حزمة ليزرية ضيقة تستخدم لعملية خزن واستخراج وقراءة البيانات من هذا الديسك. خلي نوضح الأمر بصورة شوية أكثر تفصيل. هذا هنا عندنا الديسك سي دي، هاي مقطع إله شوية مكبر من هذه النقطة، لاحظ بيه ذني الثقوب أو الحفر على هذا السيرفس أو السطح الخاص بهذا السي دي. طبعا هنا جاي تلاحظ السبيسينج، المسافات ما بين حفرة وحفرة هنا تكون بالمايكروميتر، يعني بالمايكرومتر قصده 1.6. هنا عندنا شيء اسمه اللاند وشيء اسمه بت. هذه هي اللاند، هذه هي البت، مثل ما تلاحظون بالأسهم. عندنا مثلا هاي الحفرة لو نقيس ارتفاعها أو هيجي فهي 0.83 مايكروميتر، هذا كأقل شيء. مثل ما تلاحظون هذني الحفر أو التجاويف، هذه هي تمثل البيانات المخزونة بهذا السي دي أو القرص.
طبعا عملية خزن البيانات بهذا السي دي هي ببساطة عملية تكوين لاند وبيتس على سطح هذا السي دي، واللي يتألف من مادة معينة، فيصير باترن أو نمط معين من هذه التجاويف البيتس واللاند على السطح او السيرفس الخاص بالسي دي، فتنكتب البيانات على هذا السي دي. طبعا وتكون بشكل حلزوني هذه البيانات ضمن حلقات او مسارات معينة. طبعا عملية الرايت الكتابة بالسي دي ايضا يسموها عملية الحرق او البيرن. طبعا ولغرض الكتابة نستخدم الرايت ليزر، الليزر اللي مخصص لعملية تكوين هذه الانماط على سطح السي دي، ولعملية القراءة أيضا نستخدم الريد ليزر. ففي كلا الحالتين نحن نستخدم الليزر تكنولوجيا لعملية القراءة والكتابة في الليزر أو في السي دي. طبعا الرايت ليزر أو الليزر المخصص لعملية الكتابة يقوم بتكوين البيت، هذه البيت هنا والتي تمثل البيانات، لكن في عملية القراءة أو الريد ليزر سوف يقوم أيضا بتوجيه إشعاع على هذا الليزر، لكن هذا الإشعاع غير قادر على تحوير أو التعديل على السطح الخاص بالسي دي، يعني ما يقدر يسوي بيتس ولا لاند، هذا مجرد يقوم بعملية القراءة. طبعا أي عملية تغير من بيت إلى لاند أو من لاند إلى بيت تعتبر على أنها زيرو، low level logic zero أو false، بينما عندما تبقى البت تنتقل إلى البت نفسها أو اللان تنتقل إلى اللان نفسها، بمعنى أنه no change، ماكو تغير، فهذا يفسره على أنه واحد أو high logic level أو one. طبعا ما أريد ندخل أكثر بالتفاصيل، هاي بصورة عامة البيانات شلون تنخزن بالسي دي وشلون تم عملية قراءتهن وكتابتهن به. الآن ننتقل إلى الـ counting function، أحد الـ Combinational and Sequential Logic Function. Counting Function راح نتحدث عنها هسه شوية. طبعا الـ Counting Function تعتبر مهمة جدا بالـ Digital System أو الأنظمة الرقمية، وهنالك الكثير من الأنواع من الـ Digital Counters. طبعا الغرض الأساسي من كل هاي الأنواع من الـ Counting أو الـ Counter هي القيام بعد أو حساب تعداد events، أحداث معينة. قد تتمثل هاي الأحداث بعملية تغير بال levels أو changing levels، واللي هو يتغير من low إلى high أو من high إلى low logic level، أو عن طريق ال pulses، النبضات، كأنه يعد pulses أو أي شيء من هذا القبيل، فهو مجرد عداد. طبعا من خلال يعني احنا نعرف بأنه لما نقوم بعملية العد لازم نتذكر الرقم الحالي على مود نزود عليه ونحصل على الرقم الجديد، فالقيمة الحالية أو present number أو العدد الحالي الموجود بالكاونتر لازم يكون يتذكر أو remember لل present number، للرقم الحالي، وبالتالي نقدر ننتقل للرقم اللي بعده بالsequence أو بالتسلسل اللي عندنا، وبالتالي عملية الخزن أو قابلية الخزن تكون مميزة أو شيء مهم جدا بجميع الكاونترز، لأنه لازم يتذكر الرقم الحالي، فبالتالي لازم بي ستوريج، لازم بي خزن. وبالتالي الفليب فلوبس تلعب دورها وتكون أيضا مهمة باعتبارها هي اللي تولد الميموري أو الذواكر اللي تقوم بعملية الخزن. فإحنا نستخدم الفليب فلوبس ونعرف بأنه الفليب فلوب الواحد يخزن بت واحد فقط، فلما نزود عدد الفليب فلوبس تزيد مساحة الخزن، تزيد عدد البت اللي يمكن نخزن، وبالتالي نستخدم الفليب فلوبس على مود نسوي implement أو نقوم بعملية تكوين لهذه الكاونتر، لهذه العدادات. إذن الوحدة الأساسية اللي نصنع منها الكاونترز هي الفليب فلوبس. هسه لو نفرض بأنه على مود نتخيل عملية العد من قبل الكاونتر، هسه عدنا هذا الكاونتر، هذا البلوك اللي يمثل كاونتر، هنا جاي تدخل سيريز اوف بالس، مجموعة من البالس المتوالية واحدة تلو الأخرى.
زين، لازم هذا الكاونتر يقوم بعد هذه البالسز الداخله او نسميها الانبوت بالسز. زين، طبعا لازم بذاكره. اول شيء لما تجي البالس الاولى يكون يطلع الباينري نمبر او الباينري كود الخاص بالرقم واحد، بمعنى انه دخل للكاونتر بالس واحد، يعني عد بالس واحده. جت البالس الثانيه لازم يطلع بصوره بارلل اوتبوت، طبعا يكون الاوتبوت بارلل بصوره متوازيه، اللاينز خطوط الخطوط الخارجه تكون بصوره بارلل مثل بهذا الشكل، يعني الخطوط الاوتبوت نحصله بصوره بارلل، يعني البيانات تدخل بصوره بخط واحد وتخرج باكثر من خط، مجموعه من الخطوط المتوازيه، هذا هو يمثل الاوتبوت. المهم عندما تأتي البالس الثانية أيضا يظهر الباينري كود الخاص بالرقم 2، لما تجي البالس الثالثة أيضا يظهر الباينري كود الخاص بالرقم 3، لما تجي بالس 4 يظهر الباينري كود الخاص بالرقم 4، وهكذا تستمر البالس الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ويظهر الباينري كود على عدد البالس التي دخلت لهذا الكاونتر. فمثل ما جاي تلاحظ هذا الكاونتر جاي يعد البالسز، هذه النبضات الداخلة إله، ويطلعها بصورة بارلل على شكل باينري كود خاص بعدد البالس. الآن ننتقل للبروسيس كنترول سيستم. مثل ما تلاحظ بهذا الشكل هذا الرسم، هذا عبارة عن سيستم يقوم بتعبئة حبوب الفيتامينات بهذه القوارير مثل ما جاي تلاحظ. نانا جاي نلاحظ يعني أجزاء هواي بي ديكودر إنكودر ريجستر هواي أمور. هنا جاي نستخدم اغلب اللوجيك فانكشن اللي تعلمناها على مود نسوي امبلمنتيشن او نقوم بعمل هذا السيستم اللي يقوم بهذه العمليه. مثل ما تلاحظ حبوب الفيتامينات جاي تنزل بهذا القمع، وهذا هو الانبوب راس القمع، جاي تهبط او تنزل منه حبوب الفيتامين عمود تعبي هذه الزجاجات. هنا عندنا هذا هو الفالف، هذا هو الانبوب اللي تمر بيه هاي الفيتامينز حبوب الفيتامين. هنا عندنا السنسور حساس لغرض عد او حساب عدد الحبوب اللي تنزل ضمن الزجاجة الواحدة اللي عندنا هنا. هنا عندنا هنا هذا الحزام الناقل اللي يحرك هذه الزجاجات بعد امتلائها. طبعا هي القصة انه ايش قد عدد الحبوب تصير لازم ضمن الزجاجة واجمالي عدد الحبوب ضمن الزجاجة الواحدة تطلع على هذه الديسبلاي او على هذه الشاشة. استخدمنا كل اللوجيك فانكشن بهذا السيستم. اول شيء لازم نعرفه بانه العنق الخاص بهذا القمع يكون بطريقة معينة او بقطر معين بحيث ما يسمح بمرور اكثر من حبة واحدة بداخله، مثل ما تلاحظ العنق يسمح بمرور حبة واحدة أو يسمح بمرور حبات الفيتامين بصورة سيريا متوالية واحدة ورا الثانية، ماكو اثنين بنفس الوقت، فالسنسور يقرأ حبة حبة واحدة واحدة، وبالتالي نقدر نحسب عدد الحبات النازلة لهذه الزجاجة. والوظيفة من السيستم انه يتحكم او يقوم بعملية كنترول لعدد الحبات ضمن الزجاجة الواحدة، يعني يتحكم بش كم حبة تصير ضمن الزجاجة الواحدة في هذه الزجاجات. والسيستم هنا يقوم بعرض عدد الحبات ضمن الزجاجة الواحدة او number of tablets per bottle، وهاي القراءة تكون محدثة او تتحدث بصورة مستمرة. الكل بطل قوم بتعب عد او حساب عدد حبوب الفيتامين، يعني اجمالي حبوب الفيتامين في هذه الابطالة او الزجاجات. الان راح ننتقل الى آلية عمل هذا السيستم. اول شيء لازم نبدأ من
الكيباد، هذه لوحة المفاتيح. هذه اللوحة من خلالها نحدد ايش قد عدد الحبات اللي لازم تدخل لكل زجاجة، أو كم حبة في كل زجاجة احنا نريد. لو ضغطنا على 5 و0 فاحنا نريد 50 حبة لكل زجاجة. إذا نتحكم بعدد التابلتس أو حبوب الفيتامين من خلال هذه اللوحة، اللوحة هذه تسمى بالكيباد. ثم تدخل على الإنكودر، هذا الرقم 50 اللي طببناه راح يتحول إلى كود معين من خلال الإنكودر. الأوتبوت الخاص بالإنكودر راح يتحول هذا 50 إلى كود معين، وهذا الكود ينخزن ضمن الريجستر أي. هذا الكود المخزن بالريجستر واللي هو نفسه يكون على الانبوت على الاوتبوت هنا، راح يتحول عن طريق الديكودر الى كود معين يتناسب ويا هاي الشاشة او الديسبلاي، على مود يطلع اعظم رقم لعدد الحبوب ضمن البطل الواحد او ضمن الزجاجة الواحدة، فيطلع لك رقم 50 بعد ان طبت على الديكودر. بمعنى انه هذه البيانات او هذا الكود المخزن بالريجستر واللي طلع من الانكودر لازم يدخل على الديكودر على مود يكون بطريقه معينه او يكون اوتبوت بصوره معينه تتعامل ويا الديسبلاي هذه الشاشه. وكذلك هاي البيانات المخزنه بالريجستر اي تجي للكود كونفرتر اي. الكود كونفرتر راح يحول هذا الكود الداخل الى باينري نمبر واللي يدخل على الكومباراتور او على الجزء اي او الانبوت اي من الكومباراتور. يعني هنا داخل المقدار المخزن بالريجستر، هنا بعد ما تحول الى باينري كود، هذا الباينري كود شي يمثل؟ يمثل الرقم 50 او الباينري كود للرقم 50 اللي دخلته هنا. دخلت 50 على الانكودر، خزنتها بالريجستر، هذه الـ50 راح تتحول للباينري كود للقيمة اللي مدخليها بالبداية واللي تمثل أكثر عدد للحبوب ضمن الزجاجة الواحدة أو أعلى عدد للحبوب ضمن الزجاجة الواحدة واللي هو 50. بالتالي هنا صفارة واحدات أو باينري كود تمثل الـ50 اللي دخلناها. مثل ما تلاحظ هنا عندنا السنسور هذا راح يحسب عدد هذه الحبوب، وكل حبة تنزل من السنسر يتحسسها راح يولد بالس أو نبضة راح تدخل على الكاونتر. الكل حبة يقيسها الحساس أو يتحسسها هذا الحساس يولد نبضة واحدة تدخل على الكاونتر. طبعا كل ما دخلت نبضة للكاونتر هذا الكاونتر راح يعد النبضات. دخلت النبضة الأولى، اجت الحبة الأولى، الحبة الثانية، النبضة الثانية، الحبة الثالثة، النبضة الثالثة، فيحسب يطلع باينري كود الخاص بالحبة الأولى، الباينري كود للثانية، للثالثة، للرابعة، كأنه يبدأ الآن بحساب عدد النبضات والتي تمثل هذه الحبوب، يعني يقوم بحساب عدد حبوب الفيتامين التي جاي تنزل من عمق هذا القمع والتي تدخل ضمن الزجاجة. وبالتالي اللي عندنا هنا هو باينري كود للاكتشوال نمبر اوف تابلتس ان بوتل، للعدد الفعلي او الحقيقي لحبوب الفيتامين في البوتل. طبعا السنسور المستخدمينه هنا هو الاوبتيكال سنسور، سنسور متحسس للضوء. قد يكون هنالك ضوء من الجهة الاخرى وعندما تنزل هذه الحبة تمنع الضوء عنه فيتحسس هذا الحبة. ومثل ما تلاحظ هذا الباينري كود اللي يمثل عدد الحبات ضمن الزجاجة، العدد الفعلي للحبات ضمن الزجاجة هذه، راح ينتقل إلى الكومباراتر للمدخل بي من الكومباراتر. إذا هنا عندنا رقمين، الرقم اللي يمثل عدد الحبات المطلوبة ضمن الزجاجة واللي هو 50 بالباينري كود، وهنا عدد الحبات الفعلي المتواجد ضمن هذه الزجاجة، وراح تتم عملية المقارنة. الآن خلينا نفرض بأنه عدد الحبات اللي صارن بالزجاجة 50، فهنا الكاونتر يطلع هنا الباينري كود الخاص بالـ50،
فهنا البي 50 والاي هي اصلا 50، فالاي تساوي بي، هذا المخرج من الكومباراتور، اي تساوي بي راح يصير هاي لوجيك ليفل، وينتقل للفالف اللي هنا الانبوبه، عنق هذا الانبوب. لما تجي لهذا الفالف لوجيك ليفل هاي راح ينسد ويمنع مرور حبات اضافيه الى هذه الزجاجه، بمعنى انه هذه الزجاجه صار بيها 50 حبة وفق ما احنا نريد من البداية. وبنفس الوقت هذه الهاي لوجيك ليفل اللي مخرجة من الكومباراتر راح تفعل الكونفيور كنترول او الكونفيور، هذا الحزام الناقل، بحيث انه يتحرك وتجي بطل جديد الغرض الملئ مرة اخرى. لما راح يوصل هذا البطل الجديد الفارغ للمكان المناسب تحت عنق الزجاجة مباشرة، راح يرسل الكونفيور كنترول إشارة ريست، إشارة تصفر الكاونتر. هسه الكاونتر هو 50، عاد 50 راح يرجع صفر ويبدي يملي البطل الجديد. لما هذا الكاونتر يكون صفر، يعني الباينري كود للصفر، والخمسين اللي بالأي أكبر من الصفر، فتلاحظ انه الاي ما تساوي بي، فالاي تساوي بي مخرج اللي هو اي تساوي بي راح يطلع لو لوجيك ليفل، وهذه اللو لوجيك ليفل راح تفتح عنق الزجاجة او عنق هذا القمع، فتبدي الحبوب تعبي الزجاجة الجديدة. هنا ساعدنا بكل عملية تعبئة اعظم مقدار للكاونتر، اعظم رقم يوصل للكاونتر واللي هو هنا 50، يروح للآدر اللي هو هنا الجامع واللي حكينا عليه بالحلقات السابقة، واللي يجمع رقمين أو عددين بالباينري، عدد أي يدخل على أي وعدد يدخل على بي، وهنا السميشنات الجمع، وهنا هذا اللي سميناه باليد. هذا الادر راح يولد كوميوليتيف سم او نيو كوميوليتيف سم، كوميوليتيف سم جديد ينخزن بالريجستر بي. هسه احنا عرفنا اللي داخل للادر الاي، الرقم الداخل على الاي واللي هو الانبوت مال الادر، يكون اعظم مقدار او اعظم عدد يوصل للكاونتر، وهنا فرضنا 50. البي هسه هنا هذا الانبوت المدخل البي اللي راح ينجمع ويا الاي، شنو البي؟ هو عبارة عن محتوى الريجستر بي للبطل قبله، او هو ببساطة يعني عدد الحبات اللي تعبن الى الوقت الحالي، يعني نجمعهن ويا عدد الحبات اللي موجودة بالبطل الجديد. فعلا لو اكو مثلا 3 بطالة متعبية سابقا، فهنا المجموع عدد الحبات ضمن هذا النيتشر البطالة الثلاثة، يجي ينجمع ويا البطل الجديد اللي هسه تعبى، فكأنه كوميوليتيف صم، صم جمع تراكمي، يعني كأنه جاي يعطيك إجمالي عدد الحبوب المعبئة أو عدد الحبوب اللي خليناها ضمن هاي البطالة اللي عندنا. طبعا لما راح يجمع الاي ويا البي راح يولد نيو كوميوليتيف صم ينخزن مره ثانيه بالريجستر بي بدل الكوميوليتيف صم اللي قبله، يعني كانه عدد الحبوب الكل المعبئه جاي تتحدث وتنخزن ضمن الريجستر. مثل ما تلاحظ هذا الكوميوليتيف صم يروح ينتقل للديكودر بي. طبعا نسينا نقول بانه هذا الريجستر ايش وقت يخزن الرقم اللي بالادر، لما هنا يجي الاي تساوي البي، بمعنى انه هذا هاي، فتجي هنا هاي لوجيك ليفل الهاي كوز نيو سم تو بي ستورد، يعني انه يخزن سم او كوميوليتيف سم جديد بهالحاله لما تتعبأ زجاجه واحده. هذا الديكودر بي راح يكتشف ايش وقت الريجستر بي يوصل لأعلى سعة خزنية او اعظم سميشن او كوميوليتيف صم يمكن يخزنه،
هذا الريجستر. ولما يوصل الريجستر بي إلى أعلى summation أو أعلى رقم يقدر يخزنه، راح الديكودر بي يكتشف هذا وراح يفعل الـ MUX المالتيبلكسر، واللي يحول البيانات اللي هي تمثل المخزونة أعظم summation يقدر يخزن الريجستر بي اللي هي هنا، يحولها إلى من صيغة البارالل إلى صيغة السيريال، وينقلها بعدين إلى الدي مالتيبلكسر. زين، هذا الرقم اللي راح ينتقل بصيغة سيريال بيانات متتالية يمثل الباينري كود، أو هو الباينري كود اللي يمثل عدد التابلتس أو الحبوب اللي تم تعبئتها في كل لحظة. في كل لحظة اللي يكون بها الريجستر بي وصل إلى maximum accumulated count، يعني أعظم مقدار يقدر يخزنه. البيانات من راح تنتقل لصورة سيريال للدي مالتيبلكسر تتحول مرة ثانية إلى شكل parallel form على مود يتم خزنها، تنتقل للكمبيوتر مثلا، وهناك أيضا بالكمبيوتر يخزن هذا الرقم ويقوم يضيف عليه مرة ثانية. طبعا لأن الريجستر بي ساعته محددة فما نقدر يعني نستخدمه بصورة مستمرة، يعني يوصل إلى أعظم summation يرسل الرقم للكمبيوتر على مود يسوي له accumulation يزوده ويخزنه، يخزن التوتال نمبر اوف تابلت بوتولد اوفر تايم. خلال هذا الفترة يخزن مقدار او المقدار الكلي للحبوب المعبئة. اذا هنا اللي يتحكم بعملية خزن البيانات او اللي هو عدد الحبوب المعبئة خلال فترة زمنية معينة هو قابلية خزن هذا الريجستر. لما يوصل summation أو عدد الحبوب إلى أعظم قابلية خزن راح يفعل الديكودر، راح يكتشف هذا وراح يفعل لنا الـ MUX وينقل البيانات للـ DMUX بصيغة باينري، واللي هو نفس الوقت يحولها للـ parallel، واللي هي راح تنخزن بالكمبيوتر ليقوم الكمبيوتر بعملية جمعها مرة أخرى. بما أنه سعة الكمبيوتر كلش كبيرة من ناحية الخزن، فالكمبيوتر يعرف عدد الحبوب الكلية المخزنة إلى أو خلال كل الفترة الزمنية. شكرا لحسن الاستماع، وإن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة.